السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ما شاء الله العطلات الأوروبية ودابا شادين الطريق بني زروال. نتمنى اللي يعجبكم مع الطبيعة الزوينة بزاف. شادين الطريق ما شاء الله بحول الله. الفيديو هذا عجبتني الطبيعة وبغيت نصور لكم هذا شوية الطبيعة ديال قبيلة بني زروال عمالة ترمانت. نتمنى الفيديو يعجبكم ورحلة طويلة وشاقة ولكن ممتعة مع هاد الجبال وهاد الغابة. طبيعة خلابة بزاف. نتمنى الناس يجيو ويزورو هاد المنطقة. وقت الحصاد دابا حاليا الناس كتحصد واللي كيدرس كيدرس. المهم كلشي مشغول دابا في البادية. طلعنا درنا واحد الزيارة خفيفة وصورت لكم هذا الفيديو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم وتبعوا الفيديو تاع اخر لحظة. فيديو ممتع وجميل جدا. من بعد ما وصلنا للبلاد صورت لكم هذا المنطقة. هذه عين سلال خميسة مزري تتفرح. ونتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله. هذه ملي وصلت للمنطقة بني زروال. نتمنى الفيديو يعجبكم وخليكم مع الطبيعة الجميلة جدا. كل ما كتشجعونا كنزيدو كتر في ما كانت شي حاجة كنصوروها زوينة كنحطوها لكم في القناة. اللي باقي ما اشترك يدير ابوني ودير لايك خلي شي كومونتير زوين ان شاء الله ونجاوبكم على اي حاجه ان شاء الله يا ربي. هذه من بعد ما وصلنا للمنطقه اللي طلعت ليها انا. طلعنا نشوفوا الكرموسه. هذا الفيديو هذه في العشيه. سجلتكم لحظه غروب الشمس من قبيلة بني زروال. نتمنى ينال اعجاب ديالكم هذا الفيديو. شوفوا لحظات غروب الشمس كي ديكور رائع. ونتمنى ينال اعجاب ديالكم. اي حاجة شفتها عجبتني انا صورتها كنحطها لكم في القناة ديالي في اليوتيوب. حقيقة الجو واخا كاين الحرارة ولكن في العشية كاين الجو مزيان. لحظة غروب الشمس ديال الناس اللي كيتبعوني في القناة. ديما كندير خياطة الخياطة الفصالة الخياطة. دابا بدلت واحد شوية ديال الديكور على حسب ملي خرجت العروبية صورت لكم هاد لحظة غروب الشمس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله ما غنقدم لكم لا فصالة ولا خياطة.
خرجت العربية اشوفوا الطبيعة ان شاء الله، ومشو نشوفوا واش كاين شي باكور. يلا تبعوني الفيديو. ملي مشينا للشجار اللي فيهم الباكور او ما يسمى بالعربية التين، صورت لكم هاد شي شجار فيهم شي بركة ديال الباكور. كاينه ولكن قليل الباكور هاد العام، شي مناطق فيهم وشي مناطق ما فيهمش، ولكن ما تخطاش هاي البركة ديال الله. وما يمخرج صورت لكم هاد الفيديو، نوعت في هاد الفيديو في السفر، في ملي وصلت للمنطقة ديال تاونانت قبيلة بني زروال، في لحظة غروب الشمس، فاش وصلت للمنطقة صورت لكم ديك الطبيعة اللي غادي فيها انا دي. واخا ما كاين لا طريق لا والو، ولكن طبيعة زوينة كتنسى ملي كتشوف هكا الدنيا كي دايره وداكشي، كتنسى داك التعب ديال السفر والتعب ديال الطريق والترانسبور. كيما هنا نزل هنا شوية فيها ديال التمارة، نشوفو هاد الشجرة هادي عاوتاني فيها واش فيها شي باكور. البركة البركة ديال الله، كاين الباكور هي قليلة شوية. هي الحاجة ملي كتكون غير من الشجرة اللي تاكلها عندها واحد مذاق آخر، اللي غير كتقطعها من الشجرة وكتاكلها كتجي داكشي يا سلام، كتنسى هداك التعب ديال السفر. نتمنى الفيديو يعجبكم. قطعت واحد السطيل ديال الباكور، ما بغيتش نصور لكم غير واحد السطل هو اللي صورت مع هذا بتماي المدينة زيارة. ضروري خصك الا طلعتي للعروبية ضروري خصك تجيب زيارة، اما البرقوق ولا الباكور، المهم في اي وقت في اي مناسبة ضروري كطلع كتجيب شي بركة من تما. هذا هو الباكور التين، التين باللغة العربية. كاين البركة سيد ربي.